بلشنا بوضع الخطط الصحيحة لمستقبل الرياضة. الأولمبية تستعين بالكوادر الإسبانية لرفع جودة الرياضات المحلية وحصد الثمار في 2028 بنيل أول ميدالية. فما التفاصيل؟ مع انقضاء نسخة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس وخروج العراق منها دون أي إنجاز جديد، يضاف للميدالية الوحيدة المحققة في روما عام 60. شكلت اللجنة الأولمبية فريق عمل من 6 أشخاص، منهم أعضاء ومستشارون وشخصيات رياضية وأكاديمية، يقودها خبير إسباني يدعى أكيناسي فابريغاس، لوضع الخطط والبرامج من أجل إعداد الرياضيين الموهوبين تحضيراً لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، في صورة تعكس التخطيط الأمثل لعكس الصورة المشرقة للعراق خلال الاستحقاقات المقبلة. برأيك، ماذا ينقص العراق لتحقيق الإنجازات الأولمبية؟